وزارة الزراعة بتعمل بكل أجهزتها وبكل ما أوتيت من قوة علشان نحقق تنمية مستدامة وشاملة في المنظومة الزراعية. والحقيقة ده بيجي في إطار توجيهات السيد الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية المستدامة اللي بتتضمن إن احنا نعمل طفرة حقيقية في التأثير الاجتماعي والتأثير البيئي والتأثير الاقتصادي اللي يشعر به المواطن المصري ويشعر به صغار المزارعين. وعلشان نعمل ده فاحنا لابد ان احنا نعظم الاستفادة من كل وحدة ارض ومن كل وحدة مية، وده عمره ما هيحصل ولا هنقدر نحققه الا بوجود قطاع ارشاد زراعي قوي متفاعل وقادر على ايصال المعلومة العلمية بشكل مبسط لصغار المزارعين ولكل المزارعين حقيقة كمان. يعني علشان كده الحقيقة قطاع الإرشاد برئاسة الأستاذ دكتور جيهان المنوفي بيعمل بكل جهد لتحقيق هذه الطفرة النوعية في الإرشاد الزراعي ويكون إرشاد شمولي. عشان كده احنا قاعدين مع بعض النهاردة نحو شراكة فاعلة، وحط كده بين قوسين ومتفاعلة، لتطوير الإرشاد الزراعي لدعم صغار المزارعين والمرأة الريفية. الحقيقة الهدف الاستراتيجية اللي احنا بنشتغل عليها والخطط اللي احنا بنشتغل عليها محتاجة علشان نقدر نحققها تعاون من كل فرد موجود في المجتمع. وأظن يعني بقالنا فترات، يعني عدنا فترات كبيرة في أجهزة الدولة بمختلف جهاتها، مفيش الحقيقة بيحصل تنسيق مع كل الجهات بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه النهاردة في قطاع الإرشاد، واللي فعلا بدأنا نشعر به وبيشعر به المواطنين وبيشعر به كل الناس ان في الحقيقه في شراكه وفي تفاعل مستمر بين الحكومه وبين كل الجهات الغير حكوميه، بما في ذلك المواطن البسيط، بما في ذلك المستثمر، بما في ذلك صغار المزارعين، بما في ذلك كل طوائف المجتمع، منظمات المجتمع المدني، منظمات دوليه، كل الجهات. حاليا احنا بنتعاون كلنا مع بعض للوصول للهدف بتاعنا، وهو تحقيق التنميه المستدامه وتنفيذ رؤيه الدوله المصريه 2030. الوضع الحالي الحقيقة في القطاع، وده ما تغيرش بقاله سنين طويلة جدا، وسواء القطاع داخل الوزارة أو الإرشاد في العموم مر الحقيقة بسنوات ازدهار ثم أصابته بعض الكبوات نتيجة المشكلات اللي قلت لحضراتكم عليها. القطاع، خلينا نقول التركيز دلوقتي على القطاع الإرشاد الزراعي جوه وزارة الزراعة، هو بيتكون من 6 إدارات رئيسية، 4 منهم إدارات مركزية و2 إدارتين عامتين. الإدارات المركزية هي الإدارة المركزية للإرشاد والبيئة، والإدارة المركزية للأراضي والمياه، الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية للتشجير. أما الإدارتين العامتين فهي إدارة المتاحف والمعارض والإدارة العامة للثقافة الزراعية. كان في بعض الإدارات التابعة لنا زي المكافحة الحيوية وتم نقلها تبعيتها من سنوات طويلة لرئيس قطاع الخدمات أو قطاع الخدمات جوه الوزارة، فبدأ من هنا بدأ يحصل تقلص. وعلى سبيل المثال برضو قناة مصر الزراعية لما أنشئت من كام سنة فاتت قريبين، اتنقلت بعد ما كانت التأسيس بتاعها جه من داخل القطاع تم نقلها تبعيتها لقطاع شؤون مكتب الوزير نتيجة بعض الإشكاليات اللي كانت بتحيط بوقتها بالقناة. فإحنا أريد دلوقتي بصدد تطوير القناة مصر الزراعية لأنها بتعتبر الزراع الأيمن للتنويه وعرض وتقديم كافة خدمات الإرشاد الزراعي الخاصة بوزارة الزراعة على هذه القناة، ودي ميزة مش موجودة أعتقد في أي وزارة أخرى. الحقيقة الهيكلة بتاعة القطاع دي محتاجين لها، ودي يعني خدنا فيها باع في الاجتماعات، ان هو محتاج ان هو يتطور تطور شامل، لان في بعض الادارات يتم اعادة تسميتها او دمجها في ادارات اخرى،
وهناك إدارات سيتم استحداثها على ضوء الشراكة اللي هتتعمل مع القطاع الغير حكومي. المحور الثاني بعد الهيكلة قطاع الإرشاد الزراعي هيبقى عندنا نحط آلية للشراكة الثنائية مع القطاع الغير حكومي، لأن أنا دلوقتي ما عنديش رؤية لوضع هذه الآلية. أنا عندي رؤية الشاملة اللي هي أن القطاع أو الوزارة لها أدوار محددة والقطاع غير الحكومي له أدوار محددة. شكل الشراكة دي إزاي وإيه التشريعات وإيه القوانين وإلى آخره وما استتبعه ده، وممكن تدخل كمان مجلس النواب للموافقة على بعض هذه التعديلات، كل ده إحنا هنحطه مع حضراتكم. وحطينا اللبنة الأولى بتاعته في الاجتماعات التحضيرية اللي اتعملت في الوزارة الشهر اللي فات. المحور الثالث اللي هو يخص وضع استراتيجية للإرشاد الزراعي والاستشارات الزراعية في مصر للفترة كبيرة جاية، يعني على لونج ران، زي اللي احنا عندنا دلوقتي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، عايزين نعمل على غرارها استراتيجية للإرشاد الزراعي في مصر. تمام؟ ده باختصار شديد الوضع الحالي في قطاع الإرشاد الزراعي كهيكل، ودي رؤية التطوير بصورة مختصرة على الهيكلة والآلية والشراكة والاستراتيجية. في محور رابع هيتم إضافته، وهو كيف يتم دعم أو آليات دعم صغار المزارعين والمرأة الريفية في إطار هذه المنظومة الجديدة، لأن عشان ما يبقوش دول هم اللي بيدفعوا الثمن هذا التطوير. الجزء كمان إن اللي احنا بنفكر في تطويره اللي هو التحول للإرشاد، تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية والاستشارات الزراعية الرقمية. ودي الحقيقة احنا كقطاع احنا بس اتأخرنا في المنظومة دي مع وزارة الاتصالات، إن يتم عمل بوابة إلكترونية، وده هيتم مع وزارة الاتصالات بالإضافة إلى وحدة الاتصال في معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في مركز بحوث الزراعية، إن احنا نطلق البوابة الإلكترونية للإرشاد الزراعي. هذه البوابة سيتم ربط قطاع الإرشاد الزراعي داخل الوزارة مركزيا بكل الإدارات في المحافظات المختلفة، إدارات الإرشاد على وجه الخصوص. هيتم هذا الموقع، سيكون هذه البوابة ستكون بوابة هيتحط عليها حاجات كتيرة جدا، منها فيديوهات تعليمية، منها خط ساخن، منها الأجندة الزراعية، منها السوق وآليات السوق، دي هتتحط ويبقى فيه موبايل أبليكيشنز. كل دي المنظومة اللي احنا بنفكر في تطويرها داخل القطاع. الموبايل أبليكيشن مع انه هو واخد الليد في الفترات اللي فاتت، ولكن هو له عليه بعض الإشكاليات بتتمثل في حاجتين مهمين، وهي ان الموبايل أبليكيشن بيتطلب نوع معين من السمارت فونز عشان تبقى مع المزارعين، ومش غالبية المزارعين ممكن يكون مش عندهم هذا النوع من المحمول. الحاجة الثانية ان تغطية شبكة المحمول في بعض المحافظات وخصوصا بعض المحافظات الحدودية زي أسوان ما فيهاش كفرج لشبكة المحمول، فبالتالي احنا هنتعامل في المرحلة الانتقالية مع الإرشاد التقليدي جنبا إلى جنب مع الإرشاد الرقمي. طبعا عملنا 3 جلسات سابقة، وكانت أهمهم الجلسة الخاصة بهيكلة قطاع الإرشاد. قطاع الإرشاد بيضم زي ما قالت الدكتورة برضو حوالي 4 إدارات مركزية و2 إدارة عامة، بيضم الإدارة العامة للتشجير، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، الإدارة المركزية للأراضي والمياه، الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، والإدارة العامة للمتاحف والمعارض. يعني لو حضراتكم تتخيلوا 4 إدارات مركزية ب2 إدارة عامة، دي وزارة لوحديها. يعني أنا لو أقول في مصر المفروض الإرشاد الزراعي يبقى ليه وزارة لوحديه. سبب واحد، نظرا لتفتت الشديد في الحيازات عندنا هنا في مصر،
اللي يعني بعض الدراسات بتقول ان هي بتصل لاكثر من 80% تفتت في الحيازات، يبقى انا من هنا لحد ما تقوم الساعه لازم يبقى عندي ارشاد زراعي في مصر يخدم المواطنين اللي هم صغار المزارعين والمراه الريفيه. اما جينا اشتغلنا على الهيكله وكان بعض الحضور كان مشاركنا الكريم، طبعا قطاع الارشاد كل قطاع ارشاد بيبقى ليه المكتب الفني بتاعه. بعد كده قلنا من اهم حاجه وهو العصب الرئيسي اللي هو الاداره المركزيه للارشاد الزراعي، ده اللي بنعتبره العمود الفقري لقطاع الارشاد الزراعي. كمان عندنا الاداره العامه للارشاد الفني والالكتروني، والاداره العامه للمتاحف والمعارض الزراعيه، والاداره العامه لوحدات العرض والبيع، ودي موجوده بالفعل في الاداره العامه للثقافه الزراعيه دلوقتي. ثالث حاجه خدناها معانا طبعا عندنا الاداره المركزيه للبساتين والتشجير. الاداره المركزيه للتشجير دي اداره كبيره جدا، اداره مركزيه فيها مشاتل، فيها غابات، فيها منافذ بيع كتير جدا، ومع الاسف هي ما بتغطيش تكاليفها. فالنهارده ان احنا لما هي الادارات المركزيه دي كلها تبقى وحدات منتجه اكيد هتغطي تكاليفها وتساعد برضو على تغطيه التكاليف للارشاد الزراعي لو في تدريب للثقافه والاعلام الزراعي لو هنعمل نشرات جديده. وكمان هيبقى عندنا حاجه المجلس الاستشاري الزراعي دوت، وده موجود برضو ممكن هيساعدنا في القصه دي لان هو عنده قوانين خاصه بالتعامل مع القطاع الخاص. طبعا كنا حريصين ان احنا نتصل بوزاره الماليه عشان نشوف برضو ايه وجه الشراكه اللي هتتم، وطبعا يمكن الدكتور ماهر ابو جبل هيقولها في النقطه بتاعته ازاي ان احنا نقدر نتواصل معاه. احنا عندنا عرس كبير جدا موجود، هو معرض صحاري، نختلف ونتفق معاه انما هو حقيقي اكبر عرس بالنسبه لنا، معروف على مستوى العالم، مصر فيها معرض قوي، معرض زراعي، فكان واحنا بنستهدف القطاع الخاص فكان لازم تتحرك قيادات الوزارة، قيادات العمل الحكومي لقيادات العمل الخاص، فبنروح لهم في مكانهم. فكان معرض صحارى هو اللاونشينج زي ما تفضلت الدكتورة جيهان وقالت، ان شاء الله يوم 9/9 وتصادف مع عيد الفلاح علشان تبقى احتفالية بان احنا كلنا بنتحرك نحو تغيير ان شاء الله. اول حاجه فكرنا فيها في التغيير، كنا بنتكلم النهارده احنا كقطاع خاص كل واحد فينا بيمشي في اتجاهه في ما يطلق عليه الدعم الفني اللي هي في الاخر ارشاد. طب انا النهارده انا في شركتي يعني بتصرف تصرف اللي يخدم ارشاد شركتي ودعم الفني الخاص بشركتي، وهكذا كل واحد من اعضاء القطاع الخاص اللي موجودين. ولكن لو فكرنا بشكل أشمل إن نخلي الوي واحدة هي القطاع المصري كله بيتحرك فيه، القطاع الزراعي المصري كله بيتحرك فيه، وإحنا كقطاع خاص كل واحد فينا ياخد من الحلقة الكبيرة اللي موجودة ويخدم بيها شغله، فكان الإرشاد الزراعي هنا بدأنا نتكلم على إن يبقى كل مهندس دعم فني عندنا يجي داخل وزارة الزراعة، البيت الكبير بتاعنا المنوط بيه كل حاجة ليها علاقة بالزراعة في مصر، ونعمل دورات ونعمل تريننج مختلف، احنا نقدم له كقطاع خاص ممكن نجيب له خبراء من بره لو حاجات جديدة، او نستعين باساتذتنا اللي موجودين داخل مراكز البحوث وداخل الوزارة وكليات الزراعة، حقيقي قامات العالم كله بيدور عليها، فاحنا هنعمل الميكس دوت داخل الوزارة بان نطلع مهندس زراعي ومرشد زراعي اعلى كفاءه من اللي احنا شايفينه النهارده. احنا بنتكلم في الجزء الاساسي واللي هو صلب الموضوع بتاعنا اللي هو الاستراتيجيه. طبعا احنا عشان نتكلم على الاستراتيجيه وبالاخص استراتيجيه للارشاد الزراعي، طبعا الجميع عنده علم ان كارشاد زراعي ما كانش فيه استراتيجيه موضوعه للارشاد الزراعي، وطبعا ده اللي خلى الاستاذ دكتور جيهان من ضمن الخطيط الخاص بيها ان فعلا تعمل وضع للاستراتيجيه للارشاد الزراعي، لان اي مؤسسه بدون استراتيجيه زي سفينه بدون دفع وما فيهاش مش تعرف ترسى في اي مكان. فكان من الاساس ان يكون في فعلا من ضمن المحاور دي الاستراتيجيه. طبعا احنا بنقول الاستراتيجيه هنا بنتكلم على استراتيجيه للارشاد الزراعي. طب هنا بنقول بالنسبه للاستراتيجيه، تعريف الاستراتيجيه عباره عن ايه؟ هي الاساس بتاعها خطه بتهدف الى خطه عمل بتهدف لتحقيق هدف عام طويل الاجل. طب هنا احنا بنتكلم بالنسبه للجزء ده كاستراتيجيه بالنسبه لنا
بنبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن احنا موجودين فين وهنوصل فين من خلال الاستراتيجيه بتاعتنا. يبقى احنا الاستراتيجيه دي بتوصلك ان انت عايز توصل لايه فيما بعد. فلذلك من ضمن الشغل بتاعنا كلمه اداره استراتيجيه انك بتوصلك انك تخطط ازاي انك توصل تبقى كيفيه الاستراتيجيه تبقى ناجحه او توصل ان تبقى فعلا عامل حاجه مستقبليه قدامك. طب بالنسبه للتفكير الاستراتيجي احنا فكرنا قبل ما نعمل استراتيجيه. طب يعني التفكير الاستراتيجي ده بالنسبه لنا ده بيولد البدائل بالنسبه لنا على اساس ان انت بتقول انت فكرت قبل الاستراتيجيه عشان تعمل الاستراتيجيه فيما بعد تخطط وبعد كده الاستراتيجيه. طب احنا ما جيت فكرت التفكير الاستراتيجي ده بيوصلك ليه؟ بيوصلك ان انت بتعمل اطار فكري بيسبق عمليه التخطيط الاستراتيجي. طب الاطار الفكري ده بالنسبه لنا مش ليه اساسيات؟ تمام. طب احنا بالنسبه لنا لما جينا فكرنا وعملنا الكلام ده بيوصلنا ان احنا نعمل تخطيط استراتيجي. طب التخطيط الاستراتيجي ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيدينا اتخاذ القرارات او اتخاذ الخطوات اللي احنا فيما بعد هنتخذها. طيب ده بيدينا دعم اللي هو التخطيط بيدينا دعم للتفكير الاستراتيجي. يبقى اصبح ان انت بتفكر عشان تخطط عشان توصل للاستراتيجيه فيما بعد. ده بيعتبر تخطيط عقلاني موضح ومبرمج. طب بالنسبه هنا الاستراتيجيه بتتعامل مع ثلاث قوى اساسيه زي ما حضرتك شايفين في العملاء والجمهور وفي المؤسسه وفي المنافسين. لكل جزء من القوى دي ليها تعاملات مختلفه خالص وليها طبعا شغل كتير جدا. طب بالنسبه عندنا في الجزء اللي بعد كده المراحل الخمسه للاستراتيجيه عندنا اول مرحله اللي هي التحليل. بتبدا تحلل ثم صياغه الاستراتيجيه ثم وضع الاهداف والتطبيق والرقابه والتقييم. طبعا هنا بنوصل زي ما معظم الحضور قال طب فين المتابعه وفين التقييم بالنسبه لنا. ده اصيل بالنسبه لنا عشان نقدر نقول ان احنا كل خطوه بنقدر نراقب الشغل بتاعنا ونقدر نتابع ونقدر نشوف احنا وصلنا لايه وهنقدر نكمل ولا نعدل ولا نوصل لايه تاني. فده بالنسبه للجزء المراحل الخمسه لاداره الاستراتيجيه. طب ملامح الاستراتيجيه بالنسبه لنا احنا بالنسبه ما جينا اشتغلنا في الفتره السابقه وجينا عملنا الشغل بتاعنا على اساس الرؤيه الموضوع للاستراتيجيه. طبعا ده بعد نقاشات طويله جدا توصلنا ان احنا بنقول والله ان احنا عندنا رؤيه. طب الرؤيه دي بتبقى ايه؟ الرؤيه دي بتبقى موجهه داخليا على اساس ان احنا في عندنا رؤيه ورساله. طب الرؤيه الموجهه داخليا دي بالنسبه ايه؟ لتوجيه الموظفين اكثر من الخارجي وده هنشوفه في الرساله فيما بعد. يبقى احنا لما بنيجي نوضع رؤيه للمؤسسه بتاعتنا للاستراتيجيه ده بنراعي فيه ان الرؤيه دي بتكون عباره عن وجود منظومه مرنه بتسهل حصول المزارعين واطراف المنظومه على احتياجاتهم من المعرفه والخبره. يبقى هنا بنتكلم على رؤيه داخليه. طب بالنسبه للرساله هنا دي بتبقى بتوضح لنا ايه؟ بتوضح لنا ان هو عباره عن بيان بيوضح الغرض الاساسي من المؤسسه. انت عندك مؤسسه عايزه تعمل ايه؟ عايزه تشتغل في ايه؟ فانت بيبقى الرساله بتاعتك بتوضح لك الكلام ده بالنسبه لك. وهنا بتفرق عن الرؤيه، هنا دي بتبقى مواجهه خارجيا وداخليا. فانت على اساس ان انت بتوصل ان انت بتشوف الجزء اللي عندك سواء الموظفين الكيانات الموجوده داخليا وفيما بعد خارجيا هتوصل لايه وتقدر تتعامل مع الكيانات الخارجيه دي ازاي. فلازم من خلال الرساله ده بتوضح لك الجزئيه دي. وهنا بتكون مواجهه خارجيا وداخليا على اساس ايه؟ انت بتتعامل مع السوق الاساسي ومساهمه من مساهمه مؤسسيه وايه اللي بيميز المؤسسه الموجوده بتاعتك اللي بيخليك تبقى فيه منفرد او متميز للجزئيه دي. وتم التوصل ان الرساله الخاصه بالاستراتيجيه القوميه للارشاد الزراعي بتكون عباره عن تطوير منظومه الارشاد الزراعي لتكون بحيث تكون مرنه ومترابطه ومتعدده الاطراف وتعمل على توسيع الخيارات المتاحه لكافه الاطراف المعنيه بالمنظومه. يبقى احنا هنا توصلنا ان احنا وضعنا رؤيه للاستراتيجيه القوميه للارشاد الزراعي ووضعنا رساله للاستراتيجيه للقوميه للارشاد الزراعي. هنا ده بيوصلنا فيما بعد ان احنا بنقول والله في الخطوات القادمه ان احنا حطينا ايدينا ان احنا نوصل ان ازاي يتم وضع استراتيجيه قوميه للارشاد الزراعي. وطبعا دي توصلنا لهذا الاساس وفيما بعد هيستكمل في الورشه النهائيه ان هنستكمل الاجراءات دي ازاي والجزء الداخلي.
الحقيقة مؤتمر النهاردة بيجي في إطار خطة الوزارة لإحداث تطوير شامل في المنظومة الزراعية بكل أشكالها وبكل فئاتها. طبعاً عند الحديث عن أي تطوير لمنظومة زراعية لابد أن يكون فيه هناك إرشاد زراعي قوي قادر على الوصول لصغار المزارعين، قادر على الوصول لكل فئات المجتمع، يكون اقتصاد أو إرشاد شمولي بيتضمن كل الفئات المعنية بعملية الإرشاد. علشان كده احنا بنحاول ان احنا نوصل لشكل جديد للإرشاد الزراعي يقدر يحقق طفرة حقيقية، يقدر يتواصل مع كل فئات المجتمع، يقدر يوصل للقطاع الخاص، يوصل لمنظمات المجتمع المدني، يوصل لصغار المزارعين، ويوصل لكل الجهات العاملة في مجال الإرشاد الزراعي علشان نحقق طفرة كبيرة في المنظومة الزراعية إن شاء الله للوصول إلى خط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وإن احنا كمان نوصل من خلال المنظومة اللي احنا بنستهدف فيها في قطاع الزراعة إن احنا نحقق طفرة اقتصادية اجتماعية بيئية عند صغار المزارعين وفي المنظومة الزراعية الشاملة، وبالتالي تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض ووحدة المية وبما يعود بالنفع على الوطن بالكامل. النهاردة تم عرض نتائج ورش العمل اللي هي انعقدت خلال الشهر الماضي، وورش العمل دي تناولت محاور متعددة، يمكن أهم محور فيها هو الشراكات اللي ممكن تنعقد بين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات إرشادية لدعم المزارع الصغير ولدعم النساء الريفيات. وأيضا اتكلمنا عن الاستراتيجية اللي هي استراتيجية الإرشاد الزراعي اللي بيتم إعدادها، ممكن تكون استراتيجية للإرشاد 2030 واللي بتتضمن رؤية الإرشاد والمهمة والرسالة والأهداف الاستراتيجية للإرشاد، وأيضا برامج العمل أو خطط العمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فعاليات المؤتمر عبارة عن مشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تطوير قطاع الإرشاد الزراعي لوزارة الزراعة، وبنقدم معظم الشركات الخاصة بخبرتهم بيقدموا خبراتهم واقتراحاتهم في تطوير الإرشاد الزراعي للوزارة، وبيبقى في تنسيق كمقترحات خطة التطوير، مشاركة القطاع الخاص مع الاستفادة من إمكانيات الوزارة في قطاع الإرشاد الزراعي، بحيث في الأول والآخر خدمة صغار المزارعين وخدمة المزارعين المستثمرين المصريين في قطاع الزراعة وفي قطاع الإرشاد الزراعي في جميع المجالات اللي هي الأسمدة، المبيدات، الإنتاج الحيواني، التقاوي، كل دوت كمقترحات في الآخر بيتصاغ كبروبوزل كله يستفاد منه إن شاء الله. النهاردة وإحنا بنستعد وجمهورية الدولة كلها بتستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كان واجب على وزارة الزراعة وبدأت من خلال قطاع الإرشاد إنها تتحرك بسرعة في أنها تعيد هيكلة قطاع الإرشاد فيها، وكان من خلال القائمين على العمل داخل وزارة الزراعة وخاصة في قطاع الإرشاد والإدارات التابعة ليه أن هم يتحركوا بذكاء وحرفية في إعادة هيكلة القطاع ودراسته بشكل يضم خبراء المهنة وأساتذة المهنة، بالإضافة للجديد في الموضوع هو الشراكة، هي جلسة الشراكة اللي يمكن كنت سبيكرز فيها واللي بدير جلساتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. دايما كانت الجلسات او المواضيع المختلفة السابقة كانت بتدار من خلال الحكومة، القطاع الحكومي بيقعد يدير من خلال نفسه يضع النقط او المحاور اللي من خلالها يقدر يحط التجديدات والتطويرات اللي هو بيحلم بيها. المرة دي الشكل اختلف، لازم القطاع الخاص يبقى شريك في المنظومة. فعلا القطاع الخاص استجاب، وقيادات كبيرة جدا من داخل القطاع الخاص جم من جوه مصر ومن بره مصر، أبناء وطن بيحبوه وعايزين التطور ليه. عدت الهيكلة في القطاع ماشي بشكل رائع، هيبقى في وحدة للقطاع الخاص للمستثمر الزراعي يدير من خلالها المستثمر الزراعي كل احتياجاته من للوزارة عن طريق الشباك الواحد اللي يبقى الوحدة المستثمر، خدمة المستثمر الزراعي المصري. تاني حاجة هيبقى في مكتب بيمنح تراخيص لكل من يعمل في الإرشاد الزراعي في تخصصاته المختلفة، ده من خلال ان احنا نقدم للقطاع الزراعي المصري
والمستثمر الزراعي المصري خبراء شباب، خبراء في الارشاد الزراعي، حاصلين على لايسنس، على شهاده بتقول ان هو مؤهل انه يدي الخدمه ديت. ده بالاضافه لان بنعيد هيكله القطاع من الداخل عشان يبقى في شراكه مختلفه، شراكه ثنائيه في قطاعاتها المختلفه، في كل قطاعات الزراعه المختلفه، انتاج نباتي، انتاج حيواني، بذور، اسمده، مبيدات، معدات واجهزه. ان شاء الله الزراعه 2020 ان شاء الله مع الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده هتكون بشكل مختلف في عمر جديد لمصر ان شاء الله. في الحقيقه احنا عندنا رؤيه ان مفيش زراعه بدون ارشاد زراعي، لان في الاخر مين اللي بيزرع؟ اللي بيزرع عامل بسيط او فلاح بسيط، فبيحتاج العلم وبيحتاج المعرفه وبيحتاج الخبره، ودي اللي بنقلها له المرشد الزراعي، وبالتالي بيزود الانتاجيه بتاعته، بيعظم ربحيته، بتدور الدوره الاقتصاديه اللي احنا بنطمح ليها، وبيحسن من مستواه. ده مش هيحصل في الحقيقه الا من خلال هذه المعلومات اللي توصل له عن طريق الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي طبعا يعني مر بمراحل كتيره، وفي الاخر النهارده بنمشي على الطريق الصحيح من خلال الاستراتيجيه الجديده بتاعه الارشاد، ان الطريق الصحيح دوت ان يبقى في شراكه حقيقيه ما بين القطاع الخاص والقطاع الزراعي. عايزه اكد على حاجه قبل ما اتكلم على هدف ورشه العمل، إن قناة مصر الزراعية دي ذراع هام جدا للوزارة بصفة عامة والقطاع الإرشاد بصفة خاصة. بدون قناة مصر الزراعية اللي هو دورها دور أساسي في تقديم الخدمة الإرشادية، القطاع مش هيقدر يقوم بدوره على وجه الأكمل، سواء إحنا أو الشركاء في المنظومة الزراعية. الفعاليات بتاعت النهاردة ورشة العمل ديت كانت هي ورشة عمل تقدر تقول مصغرة تمهيدا لورشة العمل اللي هي بتاعة 9-9 إن شاء الله، اللي هنعمل فيها إطلاق منظومة الإرشاد الزراعي الجديدة لخدمة ودعم صغار المزارعين والمرأة الريفية. الهدف كان النهاردة إن إحنا في الأساس بنستعرض مجموعة من المخرجات اللي تمت من لقاءات اجتماعات سابقة تمهيدية اتعاقدت هنا داخل الوزارة مع كافة الشركاء في المنظومة الزراعية، سواء من القطاع الخاص أو الأكاديميين أو مدير الإرشاد أو بعض العاملين داخل الوزارة. الهدف كان زي ما قلت لحضراتكم المخرجات، المخرج الأول كان بغرض عرض الهيكل الجديد المطروح لقطاع الإرشاد الزراعي عشان يقدر يقوم بالدور المنوط به. الحاجة التانية اللي هي عرض آلية الشراكة الثنائية ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي في تقديم الخدمة الإرشادية والاستشارات الزراعية، لأن احنا دلوقتي بنعمل زي تحول في فكر تقديم الخدمة الإرشادية في ضوء التغيرات الجديدة. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي شركاء اوريدي في منظومة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي، لازم هم اوريدي بيقوموا بهذا الدور اللي هو تقديم الخدمات الاستشاريه الزراعيه، فلازم دول انا اتعاون معاهم، بس لازم احط شكل لآليه هذا التعاون من خلال شراكه معاهم. فكان لازم طبعا من ضمن الهدف الثاني بتاعنا ان انا احط شكل الشراكه دي هتبقى شكلها ايه، لان عشان احط آليه لهذه الشراكه عندي مجموعه من الحاجات لازم تتغير، منها على سبيل المثال تشريعات عشان احط آليه لهذه الشراكه. لازم هيتم انشاء مثلا وحدات، هيتم انشاء كيانات داخل القطاع بتخدم المفهوم او المنظومه الجديده. ثالث هدف كان ان انا احط اطار او فريم عام لاستراتيجيه الارشاد الزراعي في مصر وفقا للتحديات والمفاهيم الحديثه الجديده. دول الثلاث حاجات الاساسيين، بالاضافه لبعد رابع احنا هنتناوله ان شاء الله في ورشه العمل 9 يعني يوم 9/9، فمش يعني مش هنقوله دلوقتي، نخليه في اللانشنج بتاع المنظومه الجديده. هي دي الرؤيه المستقبليه بتاع قطاع الارشاد، ان يكفي القطاع في الفتره الحاليه اللي هي اللي نسميها فتره انتقاليه ان يخرج باستراتيجيه قويه للارشاد او حتى الاطار بتاعها العام. تاني حاجة ان يبقى انا عندي هيكل واضح بيخدم هذا المفهوم وعندي آلية شراكة واضحة، فبالتالي دي الرؤية بكل بساطة، زائد ان احنا بندعم بشدة منظومة التحول الرقمي في تقديم خدمات الارشاد الزراعي والاستشارات الزراعية. فاحنا هنمشي في مرحلة انتقالية بالاعتماد على الارشاد الزراعي التقليدي، وفي نفس الوقت بندعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاستشارية الزراعية مع مراعاة كافة الفئات
اللي احنا بنستهدفهم بان احنا نستخدم معاهم الطرق اللي هي بتتناسب مع الظروف اللي هي عندهم. بمعنى اكثر وضوحا يعني اللي احنا قلناه النهارده في الفعاليه ان هو اذا انا عندي اماكن ما فيهاش كفرج بتاعت شبكه المحمول فبالتالي انا مش هينفع اوصل مثلا رسائل ارشاديه عن طريق الموبايل ابلكيشن، فبالتالي لازم استخدم وسائل تقليديه زي مثلا مدارس الحقليه وغيره وغيره، الى جانب بقى الارشاد الرقمي بالمحمول.